بما انه بزاف ديال التلاميذ ديال دوزيام باك وسيرتو الناس ديال بي سي طلبوا على انه ندير لابارتي ديال الميكانيك، فانا غادي نحاول ما امكن في هذا الفيديو نعطي اللاصق فيها. يعني عاوتاني راه ديما تنقولها، انا ماشي هنا باش نشرح لك الدروس، ماشي هنا باش نعطيك لي زاستوس، انا هنا باش نعطيك اللاصق ديال واحد الماده، وهذا اللاصق هذا راه ماشي تنجيبه من راسي ولا غير تترشق لي عليه وتجي تنعطيه، وانما راه من الملاحظه ديالي للامتحانات القدام. دونك نمشي كنشوف امتحانات القدام كاملين، فنشوف النوعيه ديال الاسئله اللي كيتحطوا، شنو هما اللي كاين اللي تعاودوا، الطريقه ديالهم كيفاش كيتحطوا، شنو هما لي بوسيبيليتي اللي يقدروا يكونوا في واحد الامتحان. دونك هادشي اللي كندير انا في هاد الفيديوهات، ماشي الشرح. يعني نورمالمون الشرح خاصك تمشي عند واحد الاستاذ متخصص في الماده، هو اللي غيشرح لك الماده مزيان. اما انا كنعطيك غير النقاط المهمه، الحوايج اللي يخليوك على انك تنظم ديك المراجعه ديالك. يعني خاصك تعرف شنو هما الحاجات اللي تيحطوا ديما وخاصك تركز عليهم وتبدا بهم من الاولين، وشنو هما الحاجات اللي مره تيحطوا وكيكونوا عليهم نقط قلال واللي تقدر تطلع عليهم حتى يقرب الامتحان. دونك بالنسبه لابارتي ديال الميكانيك في الماده ديال الفيزيك والشيمي، هي واحد لابارتي اللي طويله بزاف، والمشكله اللي فيها انها عامره بليكا. يعني عندك واحد 20 كا كامله اللي خاصك تكون ضابطه مزيان، الوغ في الامتحان كتقدر تلقى سوا كا واحد ولا جوج كاع ماكسيموم، في حين المقرر عامر بزاف بليكا. الوغ بالنسبه للميكانيك، ومن خلال الملاحظه ديالي الامتحانات السابقه في السنوات ديال تقريبا 2013 2014 حتى 2019، حيت 2020 2021 هنا ما كانش الاطار المرجعي كامل، فلاحظت باللي في الغالبيه ديال ليكا كاين واقيلا جوج ولا ثلاثه ليكا اللي ما كانتش فيهم هاد القضيه، هي ديما كيكون واحد الجزء الاول مستقل على الجزء الثاني. يعني مثلا في الجزء الاول تقدر تلقى قذيفه، وفي الجزء الثاني تقدر تلقى مثلا الاقمار، ولا تلقى مثلا واحد النواس. هذا هو لوكا اللي تيتعاود بزاف، وفي لابارتي ديال النواسات كيركزوا بزاف على ليتود انرجيتيك، يعني الدراسه الطاقيه ديال النواسات. دونك يكون عندنا الجزء الاول والجزء الثاني. بالنسبه للجزء الاول شنو هما ليكا كاع بزاف اللي كيتحطوا فيه؟ هما هادو. يعني سواء كيكون عندنا موفمون بلان، دونك كيعطيك واحد الموفمون ديال واحد السيستيم، يعني يقدر يكون شخص، يقدر يكون متزلج، يقدر يكون اي حاجه، ولا كيكون في واحد السطح مائل، ولا كيكون في واحد السطح مائل، يعني كيكون عندنا هنا واحد لونجل الفا. دونك هادو هما لي كال لي بازيك اللي تقدر تلقى في الامتحان، وهذا راه ديجا تحط في 2020 جو بونس، ولا في 2011 ما قلتش، وقيلا في 2020. دونك هذا بالنسبه للوكال الاول. بالنسبه للوكال الثاني هو الشوت فيرتيكال، وهذا فيه جوج ديال الحالات. كاين الحاله الاولى ديال الشوت ليبر، دونك هنا ما كيكونش عندنا لي فروتمون، يعني ما كيكونش عندنا الاحتكاك، وهنا كيكون عندنا الاحتكاك، كاينين لي فروتمون. وبالنسبه لهذه الحاله الثانيه راه مماثله للباراشوت. دونك سوا تحطات لك هذه، يعني واحد الكره ولا شي حاجه اللي داخله في واحد الجسم بحال مثلا الماء ولا مثلا اللعب، راه بحالو بحال فاش كتكون عندنا الباراشوت، راه نفس لوكا. ابار هاد الشوت فيرتيكال عندنا الشوت ماشي اوريزونتال، مي تقريبا اوريزونتال، هي هذيك القذيفه اللي كنصيفطها بواحد الفيتاس تقريبا كدير واحد لونجل ديال الفا، اللي تقدر تكون كونفوندي مع هذا السونتر او، ولا تكون مثلا بواحد الارتفاع اش، يعني بواحد لوتور اش. هذه هي واحد لوكات هي اللي تتحط بزاف. دونك عندك هاد الجوج هادو، نزيدو عليهم هاد لو تخوازيام كا، كيتحطوا بزاف في لابارتي الاولى ديال الميكانيك، هادو تيتعاودوا بزاف. عندنا هذا ديال الشوم مانيتيك تحط غير جوج مرات، تحط في 2016 الا بقيت عاقل، وشي 2018. المهم هذه جوج ديال الامتحانات اللي كانت تحط فيهم الشوم مانيتيك. دونك بالنسبه للشوم مانيتيك قليل بزاف فاش تتحط. سينو كتقدر تلقى واحد لابارتي كامله ديال الميكانيك اللي فيها بحالك، يعني كيقدر يجمع لك ما بين هذه وهذه وهذه، يعني تقدر تلقاهم بثلاثه. دونك هنا عندنا ها هو واحد الموفمون غادي في واحد لو بلون، من مورا هنا غادي يكون ريكتيلين، وابخي يقدر يهبط هنا ويكون هنا شي ليكيد ولا شي حاجه. هذه واحد الحاله اللي تاهي كتقدر تكون في الامتحانات، وماشي غير مره ولا جوج ولا ثلاثه، تحطات بزاف ديال المرات، وكتكون مقسمه على دي بارتي. في لابارتي الاولى مثلا كندرسو مثلا من هنا من هاد النقطه هذه لهاد النقطه، يعني كتكون مثلا هنا واحد ا، وهنا كتكون مثلا واحد بي، وابخي كيدير لك مثلا هنا واحد سي، يعني كيقول لك هنا عاوتاني من بي لسي، وعاوتاني من سي هنا للدي، يعني كيدير لك واحد ثلاثه ديال لي بارتي، كيدير لك الدراسه هنا والدراسه هنا والدراسه هنا، صافي. دونك الامتحان كامل كتلقى فيه غير هاد الشيء. هادي حتى هي كاينه، حتى هي زعما ممكن انها تتحط. هادو قليل واحد شويه فاش كيتحطوا، هادو تيتحطوا بزاف بزاف، يعني كنلقاهم بزاف ديال الامتحانات، سورتو هاد الشوت، وهادي حتى هي راه كاينه في الامتحانات. دونك هادو هما اللي تيتحطوا تقريبا في لابارتي الاولى، من غير هادي اللي قلت بانها كتحط امتحان كامل، يعني لابارتي ديال الميكان كتلقى فيها هاد الشيء كامل. دونك دابا ندوزو لابارتي الثانيه، نقدر نقسمها على جوج. كاينه الجزء الاول فيه لي موفمون ديال لي ساتيليت ولي بلانيت،
دونك هنا ضروري ما تخدم بلا لوا ديال نيوتن رقم 3، ضروري ما تخدم بها وضروري ما غادي تخدم بالمعلم ديال الفرين. ما يمكنش تجاوب على واحد التمرين ديال لي موفمون ساتيليت وبلانيت بلا ما تخدم بلا ثوازيام لوا ديال نيوتن وبالمعلم ديال فرين. بالنسبه للجزء الثاني فيه بزاف ديال ليكا. اول حاجه كنقدروا نقسموا على جوج، دونك في لي بوندول عندنا جوج، كاينه بعدا الدراسه ديال الموفمون وكاينه الدراسه ديال لينيرجي يعني ايتود انرجيتيك. بالنسبه للي موفمون يقدر يتحط لك البوندول سامبل، يقدر يتحط لك البوندول بوزون، يقدر يتحط لك البوندول الاستيك، يقدر يتحط لك بوندول دو تورسيون. هادو كاملين بوسيبل انهم يتحطوا. غير الاستيك راه فيه 3 في هذا اللي اوريزونتال، في هذا اللي فيرتيكال، وفي هذا اللي مائل. دونك هذا بالنسبه للي بوندول. بالنسبه لليتود انرجيتيك راه كيكونوا 3 ديال لي كورب. انا هنا درت لكم غير جوج، ما كاين واحد الثالث حتى هو، غير هنا ما بقاش عندي لا سباس باش انني ندير. وغالبا في لي تود انرجيتيك راه كيعطيكم لا كورب وانتوما كتخرجوا منها. دونك حتى لو فات ديال انك تتعامل مع دي كورب وتخرج منهم دي دوني خاصك تكون كتعرف ليها، مهمه بزاف في لي بوندول اي سورتو في ليتود انرجيتيك. راه بحال لابارتي ديال الكهرباء، الا كنتي شاد لابارتي ديال الالكتريسيتي راه تقريبا بحال، يعني ما كاينش واحد الفرق كبير. وحتى في هادو في لي موفمون راه هادوك لي زيكواسيون ديفيرونسيال راه بحال تقريبا لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي كنشوفو في الالكتريسيتي. دونك الا لاحظتي معايا شوف معايا شحال من قال لي بوسيبل انه يتحط. كاين هذا واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه. هذا بحد ذاته راه فيه بزاف، المهم حنا نخليو غير بحال هكا. خمسه، هذا سته، سبعه، ثمانيه، 9 10 11 12 13 ونزيدوا عليه هذا الويكا هذا هي 14. ولكن راه كاينه واحد ما لا نهايه ديال اللي كان يقدروا يتحطوا، ولكن في الاخير راه غادي يكونوا كيشبهوا لهذا. يعني ما تكونش شي علم جديد ما عمرك ما شفتيه، دونك سواء غتكون كتشبه لهذا ولا هذا 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 ولا واحد من هادو، يعني الاربعه اللي زدنا عليهم هاد الجوج هادو كيوليو سته. وبعض المرات هذا راه كيديروا فيه واحد لاماس هنا وكيديروا فيه واحد لاماس هنا، يعني راه هو بحالو، يعني راه ماشي راه يعني راه فوتوكوبي، يعني ما يخلعكش الا شفتي مثلا شي ماس هنا وشفتي شي ماس اخر. وبعض المرات هذا ديال البوزون حتى هو كتكون فيه واحد لاماس حتى هو هنا. كيفاش غادي ندير يا يوسف انا باش نراجع هادشي كامل؟ بالنسبه ليا انا خاصك تضرب لو ماكسيموم ديال ليكا، حيت دابا هنا ليكا سبيسيال، يعني دابا لوكا ديال هذا في التعامل معاه ماشي هو لوكا ديال هذا. لوكا ديال هذا وهذا مفرقين، حيت هذا تقريبا كيكون سويفون غير اكس، هذا كيكون سويفون اكس واي، هذا كيكون فيه غير فورس وحده هي بي، هنا لا كيكون عندنا واحد جوج ديال لي فورس زايدين، هذا حتى هو عنده دي كاركتيريستيك حتى هو بوحدو خاصك تخدمهم. وهذا لو شون مانيتيك هذا راه عالم بوحدو حتى هو عنده شي حوايج خاصين به. اما الجزء الثاني راه نفس الحاجه. دونك بالنسبه لك انت كاين واحد الحاجات اللي بيزيكس خاصك تكون كتعرف ليهم، يعني ضروري خصكم كتعرفوهم. بحال مثلا في هادو كاملين غادي تخدم بالدوزيام لوا دو نيوتن. امبوسيبل تجاوب على شي تمرين الا تحط لك في الميكانيك في هاد الشيء بلا ما تخدم بالدوزيام لوا ديال نيوتن. هنا عاوتاني ثوازيام لوا ديال نيوتن ولي لوا كيبلر وفرين. هنا عاوتاني ضروري ما تخدم بالبرينسيپ فوندامونتال ديال الديناميك. اما بالنسبه لليتود انرجيتيك خاصك تخدم بديك الغولاسيون ديال او ام كتساوي او سي بلس او بي. هادو البيزيكس اللي خاصك تعرف، ولكن راه كاينين شي حوايج اللي خاصين بكلك باش غتعرف هاد الحاجات ملي غتخدم التمارين. دونك انت خاصك تخدم لو ماكسيموم ديال التمارين اللي كتحطو ليك وتكون عارف لا ديمارش. ما عمرك ما تحفظ التمارين، نصيحه ديالي ما عمرك ما تحفظ التمارين. بزاف ديال التلاميذ كيديروا هاد الغلط، كيخدم تمارين كيحفظو كيقول لي تحط لي بحالو غادي نجاوب. لا، تعلم الديمارش، شوف الديمارش اللي خدمتي بها في التمرين باش انفو تحط لك واحد اخر واخا يبدلو فيه شي حاجه تعرف كيفاش تتعامل. وهما نورمالمون في التمرين راه كيسهلوا عليك، بحال مثلا المعادله التفاضليه ولا مثلا معادله المسار ولا شي حاجه، راه كيقول لك بين ليا انها كتساوي، يعني ماشي كيخليك هكا كيقول لك اعطيني مثلا معادله المسار ولا كذا. كاين داك اللي ما كيعطيكش، ولكن في الغالب ضروري واحد السؤال ولا جوج كيقول لك بين ان يعني ديمونتري وصل ليا لواحد الغولاسيون. دونك كيما كتشوف معايا كاين بزاف ديال ليكا ما عطيتهم لك كاملين، الا مشيتي خدمتي هاد ليكا كاملين وضبطتيهم وضبطتي المنهجيه كيفاش تتعامل معاهم، كون اكيد على انه اي سؤال غادي تحط لك في الامتحان غادي تجاوب عليه. راه الا جيت ندير غير شي كام من هادو راه خصني وقت طويل باش نديطاييه كامل، ولكن كاينين شي حوايج كيف قلت اللي بيزيكس خاصين بهذا الجزء الاول، وكاينين شي حوايج اللي بيزيكس خاصين بجزء ديال لي ساتيليت ولي بلانيت، وكاين واحد الحوايج اللي خاصين غير بلي بوندو. دونك انت خاصك تشد هاد البيزيكس في كل بارتي عاد باش مراسل كل وحده ضبطها بوحدها. دونك انا بالنسبه ليا واحد الحاجه اللي دابا تقريبا واحد ربع سنين جو بونس ما تحطات وكنشك يعني ماشي انا 100% متاكد منها امكانيه وصافي، هي ديال لي موفمون ساتيليت وبلانيت. هادو شحال ما تحط، دونك هادو يقدروا يتحطوا
فهمتي؟ انا تنقول ماشي 100%، ماشي 100%، مي كنقول بانه غادي تحطو، حيت في هاد الاعوام اللي دازو ما كانوش اصلا داخلين في البروغرام، وكانوا كيتحطوا غير هادشي. وفي 2019 واقيلا 2018 حتى هما ما كانوش محطوطين. دونك انا كنقول بلي انه كاين واحد الجزء غادي تحطو فيه لي موفمون ساتيليت او بلانيت، وحتى لي بوندول راه كنقول غادي تحطو ليتود انرجيتيك. دونك انا كنرجح بانه هاد الجزء الثاني هما اللي غادي تحطو فيه الاسئله بزاف، وهاد الجزء الاول تقدر تحط فيه شي حاجه ولكن غادي يكونوا اسئله قلال. شنو غادي تحط فيه؟ واش هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ صراحه ما نقدر زعما نتكهن ونقول شنو غادي تحط بالضبط. مي هنا اللي عارف هو انه هاد لي موموسات لي تو بلانيت شحال ما تحطو، دونك كنقول باللي كاينه واحد جوج نقاط حتى ثلاثه نقاط تقدر تحط على هذا. انا ماشي كنقول لك سير قرا غير هذا بوحدو وصافي وسير دوز الامتحان، لا، ضبط كل شيء، غير هادو حاول تركز عليهم، حيت اذا تحطو خاصك تزرب عليهم وخاص الاجوبه ديالك يكونوا صحاح. اجي دابا ندوزو للبيزكس اللي خاصك تكون ضابط مزيان، خليه دابا ليك كل واحد بوحدو. اول حاجه هي الدوزيام لوا ديال نيوتن. ماشي كنقول لك خاصك تكون عارفه بحال هكا، لا لا لا، ماشي هادشي، هذا ماشي الهدف ديالي. الهدف ديالي هو كيفاش كتابليكي، يعني كاينه واحد لي زيتاب اللي كيداروا باش كنابليكيو دوزيام لوا ديال نيوتن، خاصك تكون عارف في اي كام من هادوك اللي شفتي قبل. ضروري ما كاينه واحد لي زيتاب خاصك تعرفهم وخاصك تابليكيهم، الا ما درتيش دوك لي زيتاب راه ما كتحسبش لك النقطه ديالك. دونك هادشي اللي كيهمنا، ماشي خاصك تكون عارف لوا ديال نيوتن، لا، خاصك تعرف كيفاش تابليكيها. ثاني حاجه هي لي بروجيكسيون، لا باز ديال الميكانيك هي لي بروجيكسيون. الا ما كنتيش كتعرف كيفاش تبروجتي غيكون عندك مشكل كبير، واش كون غير كتحفظ في التمارين، يعني تحط لك واحد التمرين جديد غتمشي زارك، حيت انت حافظ ماشي فاهم كيفاش كنبروجتي. ولكن الا ضبطتي لي بروجيكسيون، واحد المجموعه ديال التمارين غتخدم فيهم وتعرف كيفاش تبروجتي، راه صافي ما يكونش عندك مشكل في الميكانيك، راه كلشي على لي بروجيكسيون. وحده مزيان مع هاد لونغ الالفا، باش تكون عندك واحد لونغ الالفا خاصك تكون كتضبط مزيان الاسقاطات. ثالث حاجه وهذه في الجزء الاول ديما كتحط، هي لي زيكواسيون ديال الموفمون ديال الفيتاس. يعني كيقول لك جبت لي الاكس تي وجبت لي ايغريك تي، ولا كيقول لك جبت لي في اكس هادو ديال الفيتاس ولا ايغريك في ايغريك، هادو تيحطو بزاف في لي كيستيون. يعني كيقول لك عطيني لي زيكواسيون ديال الموفمون فيتاس، وبعد مرات كيسولك على لا ناتور ديال الموفمون. يعني كيقول لك عطيني لا ناتور ديال الموفمون، واش ريكتيلين، واش اونيفورم، واش اكسيليرا. يعني خاصك انت تعرف كيفاش تستنتج هذاك لا ناتور ديال الموفمون غير من هاد لي زيكواسيون. رابع حاجه هما لي زيكواسيون ديفيرونسييل، وهادو سورتو في لابارتي ديال لي بوندول. لي بوندول عامرين بلي زيكواسيون ديفيرونسييل، ولكن هاد لي زيكواسيون ديفيرونسييل منين غادي تجيبهم؟ راه غالبا غادي تجيبهم من هاد لوا نيوتن، ولا غادي تجيبهم من هاد لو برينسيپ فوندامونتال ديال ديناميك. غالبا هادشي منين غادي تجيبهم، ما كاينش شي بلاصه اخرى غادي تجيبهم. وخاصك تعرف كيفاش الا عطاوك واحد لا سوليسيون تجبد ليهم هاد لي بارامتر. وباش دير هاد القضيه خص يكون عندك مع لا ديريف، وفي لا ديريف ديال لي بوندول ديما كتكون عندك الكوسينوس والسينوس. يعني خصك تعرف كيفاش ديريف الكوسينوس والسينوس. فاش كنقول الكوسينوس والسينوس راه ما كنعنيش غير هكا، راه كنعني هادشي اللي وسط منهم، حيت هادشي اللي وسط منهم راه ما كيكونش اكس، راه كتكون 2 بي على تي 0 فوا تي زائد 1 في. غالبيه هذا هو الشيء اللي كيكون هنا تقريبا لداخل. او خاصك تكون كتعرف كيفاش ديري في هادو، ولا الانتيغراسيون غادي تحتاجها في لابارتي الاولى في هاد لي زيكواسيون دو موفمون. هادشي باش انا كتوصل لهاد لي زيكواسيون دو موفمون ضروري ما خاصك تدوز من هاد لي زانتيغراسيون. وشنو هما الحوايج اللي غاتانتيغري؟ غالبا غاتانتيغري واحد كونستانت، وغادي تانتيغري هاد تي باش كتعطيك تي او كاري على جوج، والكونستانت كتولي عندنا كونستانت فوا تي. يعني كانت عندك كا الانتيغراسيون ديالها هي كا فوا تي. دونك هاد جوج ديال الحاجات حتى هما خاصك تكون كتعرف ليهم مزيان، تكون كتعرف كيفاش ديريفي وتكون كتعرف كيفاش تانتيغري. دابا ندوزو لسادس حاجه، وهادي كتخص لي موفمون ديال الساتيليت ولي بلانيت. خاصك تكون كتعرف التروازيام لوا ديال نيوتن كيفاش تابليكيها، وخاصك تكون كتعرف لوا دو كيبلر وفرين. فريني مهم، ما يمكنش تخدم تمرين ديال لي ساتيليت بلانيت بلا فرين، ما يمكنش. انا شنو نقول لكم انا بلي ما يمكنش، ضروري خاصك تكون كتعرف كيفاش تخدم بيه. اخر حاجه هما في لابارتي ديال لي زوسيلاتور، غادي تخدم بلو برينسيپ فوندامونتال دو ديناميك. دونك خاصك تعرف كيفاش غادي تخدم بيه، تعرف كيفاش كدير لي بروجيكسيون، كلشي داكشي ثاني بحال هادشي اللي شفناه هو خاصك تكون كتعرف ديروه. يعني شنو هما لي زيتاب اللي كدير باش تابليكي لو بي اف تي، يعني لو برينسيپ فوندامونتال دو ديناميك. الانرجي ميكانيك خاصك تكون كتعرف بانها كتكتب على الشكل، خاصك تكون كتعرف كيفاش كتجبد هاد او بي اللي بعض المرات كتكون فيها او بي بي، وبعض المرات كتكون فيها او بي او، بعض المرات كيكونوا جوج. وهاد او سي، او سي اللي هي واحد على جوج فوا ام فوا في او كار، وهاديك في راه غالبا كتكون هي تيتا بوان. واخر حاجه هادي فيهم كاملين لا في هنا لا في كلشي، هي ليكسبلواتاسيون ديال ليكو. خاصك تعرف كيفاش تجبد واحد المعلومات
فليكور. بحال مثلا الشوت اللي كتكون في واحد الجسم يعني كتكون في الماء ولا في لاغ اللي كيكون فيها مثلا في خوطمون، راه ضروري ما كيعطيك واحد لاكورب اللي خصك تجبد فيها واحد فيليم، واحد فيليميت. هذيك فيليميت راه غادي تجبدها من لاكورب، امبوسيبل زعما تجبدها من راسك ولا من شي بلاصه، ضروري ما خصك تمشي ليك الكور وتجبدها. دونك فوالا هادو هما الحوايج اللي بايزيكس، مي سينو راه كل حاجه هادو فيها بارتيكولاريتي. يعني مثلا هنا كاينه واحد لا فورس دولورينس اللي خصك تمشي تبحث فيها وتمشي تقلب عليها وكيفاش كتكتب واللعيبات. بحال مثلا هنا كاينين واحد جوج ديال لي فورس، فورس ديال ارشيميد وكاين الفورس ديال الفخوطم، خاص تعرفهم كيفاش كيتكتبوا، خاص تعرف كيفاش دير لهم بروجيكسيون وكذا. بزاف ديال اللعيبات نفس الحاجه عاوتاني هنا عندهم حتى هما دي بارتيكولاريتي اللي خاصك تكون عارف. دونك كاينين الحوايج اللي بيزيكس وكاينين الحوايج اللي زايدين بور شاك كا اللي خاصك تضبطهم. وقد ما خدمتي تمارين بزاف قد ما غادي تضبط مزيان هادشي كامل. دونك انا قلت لك دابا الميكانيك هي هادشي اللي عطيتك، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما كاينش شي حاجه اخرى. هادشي اللي غادي تلقى نهار الامتحان، ونهار الامتحان راه ماشي بالضروره تلقى كره، تقدر تلقى بنادم، تقدر تلقى طياره، تقدر تلقى هليكوبتر، هنا تقدر تلقى شي متزحلق ولا شي متزلج، تقدر تلقى شي كره مدردبه، تقدر تلقى اي حاجه. يعني ماشي تصدم تقول وا انا مولف كنشوف واحد الجسم دابا عطيني شي حاجه اخرى، لا راه في الاخر هذاك الحاجه اللي عطاك جديده راه حتى هي جسم، يعني تقدر تعتبرها حتى هي واحد الاس اللي عنده واحد السونتر دو جرافيتي جي. دونك فوالا هادشي اللي كاين في سميتو في هاد لاباشي ديال الميكانيك. كيف قلت ما نقدرش ندخل في الديتاي، سينو راه هي اللي شديت غير هادي راه خصني فيها واحد نص ساعه باش نشرح كاع الاسئله اللي فيها واللي تيعاودو وكذا. ونصيحه ديالي خدم الامتحانات القدام، حيت غادي تعود على الاسئله ديال الامتحان. راه تقدر تمشي تخدم تمارين بزاف ولا تمشي تكون خدمتي الكور، ولكن نهار الامتحان تشوف واحد الاسئله اللي تقول واه هادشي ما فايتش شفتو، يعني كيفاش غادي ندير باش نتعامل معاه. العكس الا كنتي خدمتي امتحانات ما غيطراش لك هاد المشكل. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. بقى لنا غير واحد لابارتي صغيره ديال لي زونت وديال النوكليير اللي جو بونس نقدر من زعما نقدر ما نديرهاش، ولكن بقى لنا الاس في تي والفلسفه اللي في القادم ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني نديرهم. والفلسفه راه في الغالب غادي نديرها نهار السبت، غادي نحطها لكم نهار السبت. اما الاس في تي راه غادي تكون غدا ولا بعد غدا. الو كنتمنى انك تكون استفدتي من هذا الفيديو، وتخلي لي واحد التعليق تحت هذا الفيديو واش فريمون كانت مفيده، واش عرفتي دابا كيفاش غادي تبريباري، واش عرفتي كيفاش غادي تريتي هذوك ليكا كاملين. وما تنساش انك تشارك الفيديو مع شي واحد اللي محتاجها، اللي تالف في الميكانيك وما عارفش منين يبداها، واللي يلاه ناويين يتفريمو يراجع على حساب الامتحان الوطني. وان شاء الله ليا فراسك ونشوفو ان شاء الله فيديو شي.